السلام عليكم. اليوم نعود نرجع إلى ملعب عنابة، حيث أن عندنا فيه صور جديدة يعني اتخذت بعد انتهاء المقابلة يعني نتاع موريتانيا، ونشاهد أن الملعب فيه أحسن ما يرام. والله لولا يخص يعني قضية السقف، لكن الملعب يعتبر يعني مقاييس حقيقة نتاع الفيفا، كل شيء موفر، الأرضية رائعة، المدرجات بقات النقطة السوداء هي المدرجات. اللي لاحظته هو غياب أو عدم وصول الكراسي البيضاء، ما زالت خصف الملعب. هذا الأمر هذا إن شاء الله يتم تداركه في القريب العاجل. نخليكم بدون ما نطول عليكم، نخليكم تتمتعوا بهذه الصور الرائعة لهذا الملعب الرائع، إن شاء الله يحافظوا عليه الشباب تاع أنا النادي الشباب هذا تاع عنابة، خاصة أن يحافظوا على هذا المكسب الرائع، وإن شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم. Thank you.